أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من الشرق الأوسط والتي تأتيكم من القاهرة الإخبارية. حرك العدوان الإسرائيلي على غزة المياه الراكدة في ملف إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد حديث أثارته الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإثناء إسرائيل عن رفضها عودة السلطة إلى غزة بعد العدوان أو ما يعرف باليوم التالي للحرب. الإصلاح السياسي كان مطلبا داخليا منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو وما تلاها من انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 1996، حيث طرح المجلس التشريعي رؤية للإصلاح وخطة 100 يوم للحكومة الفلسطينية في عام 2002. وأما في عام 2006 وتحديدا مع الانتخابات التشريعية الثانية، ظهرت تغيرات وتطورات جديدة في الشارع السياسي الفلسطيني مع الانتقال إلى وضعية الاستقطاب إثر انتصار حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة. إلا أن المشهد لم يستمر طويلا، واشتدت حدة التوترات بين حركتي فتح وحماس، حتى أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر قرارا في يونيو من عام 2007 بحل الحكومة، وأعقبه الانقسام الفلسطيني بسيطرة حركة فتح على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مقابل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. أدى الانقسام الفلسطيني إلى معضلة كبرى للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تفتح محاولات للتوافق على صيغة جديدة للعمل المشترك بين حركتي فتح وحماس، رغم عشرات الاجتماعات سواء في القاهرة أو في الدوحة أو في مكة المكرمة أو الجزائر أو العالمين وغيرها على مدار 17 عاما. كانت آخر محاولات المصالحة الفلسطينية استضافتها العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس الماضي، وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا في ختام الاجتماعات أكدت فيه على استمرار المشاورات للوصول إلى الوحدة الوطنية ورفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إسرائيل لاستمرار حماس في حكم القطاع دفع إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات استعدادا لتولي الحكم في القطاع، حيث طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ضرورة إحداث تغيرات جذرية في السلطة ومنح صلاحيات واسعة النطاق لحكومة جديدة من التكنوقراط. إزاء تلك التطورات، تقدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية باستقالتها إلى أبو مازن، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية خطوة نحو إعادة توحيد الضفة والقطاع. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترض على محاولات الإصلاح الفلسطينية بطرح خطة لمرحلة ما بعد الحرب تنص على الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وهذه الخطة التي لم تأتي على ذكر إقامة دولة فلسطينية تعرضت أيضا لانتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرض وزير الخارجية الأمريكي إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل الذي انسحبت منه في عام 2005. إذن مشاهدينا، هل تنجح محاولات إصلاح السلطة الفلسطينية وتوافق الفصائل ومنها حماس على المصالحة والانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا الملف سنفتحه مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل في هذه الحلقة من الشرق الأوسط. كونوا معنا. أهلا بكم مجددا في أول اجتماع إذن للفصائل الفلسطينية منذ شن العدوان الإسرائيلي على غزة. جاءت اجتماعات موسكو في اليومين الماضيين لتحمل قدرا من التوافق الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية أنه يمكن البناء عليه في المرحلة الحالية التي تتطلب أكبر قدر من الوحدة الفلسطينية في ظل الضغوط الدولية لتنفيذ ما يسمى بإصلاح السلطة. هذا الإصلاح وفقا للرؤية الفلسطينية الرسمية بادرت به السلطة،
واعتبرت استقالة حكومة محمد أشتية كخطوة لتنفيذه، عن اتساع أمال الإصلاح وقيود الممكن أيضا وما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة. يدور هذا النقاش مع ضيوفي من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، ومن القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. وأرحب بكما ضيفي الكريمان، وأبدأ معك دكتور محمود. ما هو إذن الشكل المتوقع للحكومة الفلسطينية المقبلة؟ شكرا لكم. بداية قبل أن ندخل في صلب سؤالك، دعينا نؤكد على مسألة في غاية الأهمية وغاية المركزية في هذا الموضوع، في موضوع السؤال أو موضوع الحديث. أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء السلطة، في أداء الحكومة، في أداء المؤسسات المختلفة، دائما ما يصطدم بالاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال هو العقبة الأولى والأهم والأكثر خطورة التي تعيق أي نوع من الإصلاح وأي نوع من التطوير يمكن أن تقوم به القيادة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي وتطوير حقيقي للأداء في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية. نعم. في ظل مصادرة الأموال، مئات ملايين الدولارات صادرتها إسرائيل وتحتجزها وتمنع تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، كيف يمكن أن نقوم بإصلاح في ظل هذا الحصار؟ كيف يمكن أن يكون الإصلاح كاملا وشاملا وحقيقيا في ظل اجتياحات إسرائيلية يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ لا. كيف يمكن أن نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مناطق الضفة الغربية المسمى المناطق جيم أو المناطق سي؟ لا. وبالتالي إسرائيل هي التي تعيق وتعرقل الاستيراد والتصدير، حرية الاستيراد والتصدير، حرية العمل الاقتصادي، حرية العمل الأمني، حرية العمل الإداري، مصادرة الأموال. إنما رغم ذلك، طبعا نحن لا نعلق أي شيء على شماعة الاحتلال رغم أن هذا الأمر حقيقي، إنما رغم ذلك نحن نحاول نعمل، لدينا برامج، لدينا رؤى، لدينا نوايا صادقة باتجاه تطوير ذواتنا، وليس استجابة لأي أحد بالمناسبة، لا استجابة لطلبات دولية ولا غير دولية. نعم. نحن فقط استجابة لحاجتنا الفلسطينية، ورغم ذلك نحن نعاني ومحاولاتنا للإصلاح تتعطل بسبب كل هذه الإجراءات الإسرائيلية والعراقيل الإسرائيلية التي تحدثت عنها آنفا. نعم، مما لا شك فيه أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل والحرب على غزة أو الإبادة الجماعية التي تمارسها كما تفضلت وذكرت سعادة المستشار، يعني هي عائق كبير. الظرف الراهن بشكل عام هو عائق كبير، ولكن فيما بعد انتهاء هذه الحرب وبعد استقرار الأمور قد تتوقف المسألة على الداخل الفلسطيني، على توحد الفصائل، وهذا ما سوف أعود إلى حضرتك مرة أخرى فيه. ولكني دكتور طارق أود أن أعرف منك، هل يعني كيف ترى مصطلح إصلاح السلطة؟ هل ترى أنه مصطلح في محله أم أنه من قبيل المبالغة الأمريكية؟ لا، يعني طبعا بطبيعة الحال إصلاح حال منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح حال السلطة الفلسطينية بالأساس متطلبة، سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. ربما جاءت حرب غزة فدفعت بهذا الاتجاه، لكن الضغوطات الدولية وليست الأمريكية أيضا لكن الأوروبية في اتجاه إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة تعويم دورها. لا ننتقد المرحلة السابقة، بطبيعة الحال بقاء وتكريس الوضع في القطاع عن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية أمر طبيعي، هذه مصلحة إسرائيلية لا أحد يتفق عليها، يعني لا يختلف عليها. وبطبيعة الحال نتنياهو هو من كرس هذه حالة الانقسام بين الضفة وبين القطاع. لكن المشكلة الآن بقى يعني لابد أن ترتبط في تقديري الشخصي بأمرين. الأمر الأول هو أن الإصلاح يتم ليس تحت ضغوطات دولية فقط، ولكن
لاعتبارات متعلقة بالعودة إلى الوطن الفلسطيني بأكمله، بمعنى العودة إلى قطاع غزة وعدم الاستمرار في هذا الوضع، بصرف النظر للذين يقولون كيف تعود السلطة إلى قطاع غزة من خلال المقاربة الإسرائيلية أو بقاء الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل ستبقى في الاحتلال. لا أستطيع أن أزين الكلمات، لكن أستطيع أن أقول كأكاديمي رؤيتي في هذا الإطار. واحد، إنه القوة الإسرائيل وقوة الاحتلال ستبقى على الأرض، هذا أمر واقعي ويجب عليه أن يتفهمه الأشقاء الفلسطينيين، ربما لاعتبارات عديدة. والأمر الآخر وهو الأهم هو إعادة تأهيل السلطة، ليس كضغط فقط من القوى الدولية، لكن كأمر طبيعي أن تمتد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في هذا التوقيت، ويتوحد الوطن الفلسطيني بأكمله بصرف النظر عما جرى. وبالتالي القضية ليست في مسؤولية من سيجري، لكن السلطة يجب أن تعود، وعلينا أن نعيدها إلى واقعها قبل طبعا الحالة التي قامت بها حركة حماس وانقلبت على السلطة. الأمر الآخر هو الأهم، هو شروطنا في عملية، شروطنا العربية والفلسطينية في إعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية. هل نحن أمام إصلاح كامل للسلطة الفلسطينية؟ مؤسستها، النظام الفلسطيني بأكمله يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة مقاربة. نحن نتحدث مع أنفسنا قبل أن نتحدث مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي جزء من إعادة أن الشرعيات منقوصة في الساحة السياسية الفلسطينية. نحن بطبيعة الحال مدركين إجراء عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعطلت لكثير من الأمور، جزء منها مرتبط بإسرائيل بالأساس، وجزء منها بالصعوبات التي جرت في منع طبعا القيود الإسرائيلية والقدس وغيره. لكن الآن هذه الأمور مهمة للغاية لكي نقول للعالم ولبعد أن تنتهي الحرب أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن خطواتها وإجراءاتها، برغم ما قامت به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والسيطرة على الأرض. لأن إسرائيل لن تقدم لنا مصوغات بصورة أو بأخرى على شيكا على بياض، لابد أن يتوحد الصف الفلسطيني ونتحدث صحيح. عن هذا الآليات هي التي يمكن أن نتفق أو نختلف عليها. الآليات سوف يحدثنا عنها دكتور محمود، اسمح لي دكتور طارق، بالعودة لاستكمال هذا الحديث وانتهاء من حديث دكتور طارق. دكتور محمود الهباش، الآن جميع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد الأحداث الحالية، ونجد أن دكتور طارق يعني قال كلمة في حديثه واقعية جدا بأن الاحتلال سوف يظل على الأرض. في هذه الحالة وبعد 7 أكتوبر، هل توجد رؤية مختلفة بالنسبة لكم لتوحيد الصف الفلسطيني، وخاصة أنكم في أمس الحاجة إلى هذا الأمر الآن، فيما يتعلق بالرؤية التي يتحدث عنها الدكتور طارق، كيف ترونها في المرحلة المقبلة وفقا للمتغيرات الحادثة على الأرض؟ بكل تأكيد نحن بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية نتعامل بها مع الظرف القائم الآن، مع واقع وجود الاحتلال ومواجهة الاحتلال، الضغوط والتحديات التي يفرضها وجود الاحتلال في ظل اختلال الموازين الدولية بيننا وبين الاحتلال والانحياز الأمريكي وعدم الفاعلية الأمريكية الحقيقية باتجاه الوصول إلى حل سياسي قائم على أساس الشرعية الدولية. نحن مطالبون بإجراء مقاربات أو بإيجاد مقاربات فلسطينية سواء داخلية أو إقليمية تتعاطى مع الواقع بشكل ملتزم، بواقعية سياسية ملتزمة بالهدف الفلسطيني، بالرؤية الفلسطينية، بالأهداف والتطلعات الفلسطينية، ومتعايشة مع الواقع. نحن في هذا بحاجة إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، لابد من إيجاد أفق سياسي أو إعطاء أفق سياسي يعطي أملاً للشعب الفلسطيني بأن الاحتلال سينتهي في زمن معين، بجدول زمني معين، بطريقة معينة يحصل من خلالها الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة. لأنه إحنا فقط لسنا مجرد إدارة محلية لشأن محلي فلسطيني، نحن حركة تحرر وطني، نريد حقوق سياسية وحقوق وطنية يمنعنا الاحتلال من ممارستها، وتمنعنا الولايات المتحدة الأمريكية بحمايتها للاحتلال من ممارستها وفق القانون الدولي ووفق الشرعية الدولية. فهذا هو الأمر الأول الذي نريده. الأمر الثاني، أن كما تفضل الدكتور طارق قبل قليل، بسط
الإدارة الفلسطينية والمسؤولية الفلسطينية. لا أريد أن أستخدم كلمة السيطرة لأنها كلمة يعني شوية قاسية في المقاربات الداخلية الفلسطينية، وإنما بسط المسؤولية والإدارة الفلسطينية الشرعية، بسط الشرعية الفلسطينية على كل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء كل الإفرازات وكل النتائج التي نتجت ونشأت بعد انقلاب حماس الذي حدث عام 2007. الأمر الثالث، لابد من رفع كل القيود الإسرائيلية على الأداء الفلسطيني وعلى الإدارة الفلسطينية، سواء كانت قيود أمنية أو قيود اقتصادية على المال، ومنع إسرائيل من الاستمرار في مصادرة الأموال الفلسطينية. الأمر الرابع، لكي نجد طريقنا ونفتح طريقنا نحو إصلاح حقيقي، لابد أن يمر هذا الإصلاح عبر بوابة الديمقراطية. بوابة الديمقراطية لا يمكن أن تتأتى من خلال الانتخابات. طيب إسرائيل تمنعنا من إجراء الانتخابات كما نريد، وكما سبق أن أجريت عام 96 وعام 2005 وعام 2006. نحن نريد إجراءها كما أجريت في السابق، بمعنى أن تكون القدس الشرقية مشمولة في هذه الانتخابات، وهناك اتفاق وطني فلسطيني بأنه بدون القدس لا يمكن أن يكون هناك مشروع وطني. طيب. ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح، دكتور. ولا يمكن أن يكون هناك انتخابات فلسطينية. يعني دكتور طارق يسمح لي، لأنه مستمر معي حتى نهاية البرنامج، دكتور محمود هنا نود أيضا التطرق لمسألة إقصاء حماس أو استمرار حماس في المشهد السياسي الفلسطيني مستقبلا، أيضا فيما يتعلق بالمفاهيم التي تريدون الاتفاق عليها فيما بينكم، وفيما يتعلق بمفهوم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. هل لك أن تطلعني سريعا على رؤيتك أو وجهة نظرك في هذا الصدد قبل أن يعني تغادر البرنامج؟ أولا، لا أحد منا وطنيا يتحدث عن إقصاء حماس أو غير حماس، قبول هذا الأمر من الخارج، أتحدث عن قبوله أبدا، غير مقبول علينا إطلاقا. نحن لا نقصي أحدا من أبناء شعبنا. نعم. إحنا في خلاف بيننا وبين حماس، نعم هذه حقيقة، ولكن هذا الخلاف لا يصل إلى حد الإقصاء. نحن لسنا إقصائيين، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني وجزء مهم، وشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني تؤيد حركة حماس، نحن لا ننكر هذا. نعم. ونريد أن نتعاطى معه على أساس ثوابتنا الوطنية، ثوابتنا الوطنية التي تقول بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس حماس وليس فتح. لا يوجد فصيل فلسطيني. نعم. هو الذي يتولى، إنما مصلحة الوطن تعلو فوق الجميع وهي الأساس بكل تأكيد، ولكن تحت إطار ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية. نعم. حماس لن تكون حكومة ولن تكون مسؤولة عن الوطن إلا إذا مكنتها الانتخابات من ذلك. إلى أن يحدث هذا، منظمة التحرير الفلسطينية سوف تتولى كما تولت في السابق مسؤولية الشأن السياسي، مسؤولية تشكيل الحكومة الفلسطينية التي ستتولى الشأن الإداري ومعاونة الرئيس في إدارة شؤون البلاد، وتحقيق الوحدة الوطنية على هذا الأساس، وحدانية تمثيل منظمة التحرير، القبول بالشرعية الدولية التي هي الفضاء الذي نحارب من خلاله الاحتلال ونلاحق من خلاله الاحتلال الإسرائيلي. نعم. شكل المقاومة الوطنية والنضال الوطني المتمثل بالمقاومة الشعبية السلمية، منع التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية من أي طرف كان، والإصرار على وجود نظام سياسي واحد، سلاح شرعي واحد، قانون واحد، وحكومة واحدة تتولى كل الشأن الفلسطيني، وممثل واحد هو منظمة التحرير الفلسطيني. نعم، إذن هذه هي الثوابت. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. والآن مشاهدينا، للحديث عن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في موسكو ينضم إلي من العاصمة الروسية موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي أم للدراسات. دكتور آصف مرحبا بك، ما هي أهم مخرجات اجتماع موسكو إذن، وهل لدى روسيا القدرة على التأثير على الفصائل الإلزامية بالتوصل إلى اتفاق؟
نعم، مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. سيدتي، الرؤية الروسية تتمحور حول شيء واحد فقط، وهو ما تفضل به الدكتور محمد محمود الهباش، وهو أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وعلى جميع الفصائل الفلسطينية، بغض النظر عن يعني الإيديولوجيا، إيديولوجيتها أو توجهها الفكري، أن تنضوي ضمن هذه المنظمة، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون عنده فقط صوت واحد تمثله هذه المنظمة. في موسكو البارحة اجتمع وفق ما نشر في وسائل الإعلام 14 فصيلا فلسطينيا، وكان هذا الاجتماع مغلق، لم يتم نشر أي معلومات محددة عنه سوى شيء واحد، على أن الجميع اتفقوا على هذه النقطة مبدئيا، بأنهم سيسيرون في هذا المسار، وستكون هناك اجتماعات أخرى وبرعاية موسكو نفسها، وشجع الفصائل الفلسطينية على تقريب وجهات النظر فيما بينهم، وسترعى موسكو كل هذه الاجتماعات. لذلك هذا الاجتماع كان اجتماع تحضيري إن صح التسمية، فقط الاتفاق على استمرارية الحوار والنقاش حول النقاط الخلافية، بحيث ينتهي المطاف في النهاية أن هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني، وهو منظمة التحرير الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني لا يحق لأي فصيل أن يتكلم باسم الشعب الفلسطيني سوى هذه المنظمة، وهناك قرارات دولية في هذا الشأن وعلى الجميع احترامها، ولكن الحوار لابد أن يستمر حتى يتم القضاء أو إزالة جميع نقاط الخلاف بين جميع الأطراف والفصائل. نعم، طيب، يعني بالحديث عن المشهد الإقليمي الحالي دكتور طارق، هل ترى أن هذا المشهد فيه من التنسيق ما يكفي لمساعدة الفصائل الفلسطينية على التوصل إلى هذا التوافق، رغم أنها على ما يبدو أنها متوافقة مع الثوابت أو الخطوط العريضة؟ هو بالتأكيد طبعا حضرتك، هناك إشكالية حقيقية تواجه توحيد الصف الفلسطيني في هذا التوقيت، لأنه تعدد الأطراف الوسيطة لا يخدم في رأيي الشخصي أي تحرك للمسار الفلسطيني. الفلسطينيين أنفسهم يدركون هذه الحقيقة، لكن هناك أهداف وهناك مصالح سواء على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك الأطراف الداخلية. موسكو بذلت كثير من المجهودات، لكنها كانت لقاءات عبارة عن سيشنز، جلسات استماع وإنصات دون أي يعني خطوة من قبل. وبالتالي ما هو الجديد الذي تقدمه موسكو في هذا الإطار بصرف النظر عن جدية ما سيجري؟ الروس أنت تعلمي أنهم يناكفون السياسة الأمريكية، وبالتالي يبحثون عن موطئ قدم في الملف الفلسطيني، وسبق أنهم طرحوا مؤتمر موسكو للسلام الشرق الأوسط ولم ينجحوا في التقدم أي خطوة. أي خطوة الآن هي مرتبطة بطرفي المعادلة، مع التقدير الكبير للجهد الروسي، لكنه جهد منقوص ضعيف غير مؤثر بصرف النظر عن ما تم في مخرجات لقاء موسكو. في رأيي الشخصي من واقع خبرات طويلة في هذه الاتصالات واللقاءات التي يبذلها الجانب الروسي، لكن الإشكالية الآن هي في وجود إرادة سياسية تشكل. أنت تتعامل مع السلطة الفلسطينية، وهي للأمانة تقتضي أن نقول أنها سلطة دولة، يعني كيان دولة كامل، لكن المشكلة الآن في الأطراف المختلفة. الجميع يتحدث لا خلاف على أنه إطار منظمة التحرير الفلسطينية هو الذي يجمع الجميع، لكن من سيستطيع أن يحكم هذا؟ حماس والجهاد لديهم مبدأ المحاصصة، وما في الصدور ما في الصدور. المهم أن تكون حماس جزء من المعادلة الفلسطينية التي تشكل في هذا التوقيت. العالم، الولايات المتحدة، إسرائيل، القوى الدولية لن تقبل بوجود حركة حماس في أي معادلة، وبالتالي الحل في أن تكون ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والمنظمة هي الإطار الأوسع. لكن المشكلة ليست في هذا، من هم شركاء الحكم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟ إذا جرت انتخابات وعادت حماس لدخول هذه المعادلة ونجحت، هذه أسئلة افتراضية لكنها مؤثرة وخطيرة في نفس التوقيت، هل سيقبل العالم التعامل معها؟ حكومة محمد أشياء بذلت مجهودات كبيرة، الحديث عن فياض وعن محمد مصطفى والحديث عن آخرون تم تشكيل الحكومة من خلالهم، لكن الآن نحن في حاجة إلى حكومة تكنوقراطية لإدارة الأوضاع بصورة كبيرة، ليست فصائلية وليست حزبية، بمعنى أن هذه الحكومة ستقدم السلطة من جديد، ستدخل المؤسسات المانحة لعمليات الإعمار ولإعادة تعويم السلطة اقتصاديا وغيره. لكن الشعب الفلسطيني يا أستاذ أميمة ليس شعب فصائلي، الفصائل لا تمثل رقما كبيرا كما هو يتصور البعض في الساحة الفلسطينية، وبالتالي أنت لديك المستقلين والمدنيين والتكنوقراط و
والفلسطينيين لديهم خبرات طويلة في هذا الإطار. المهم أن يحدث توافق بشأن أمرين. الأمر الأول هو إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بأكمله، ليس المنظمة فقط، منظمة تحرير فلسطينية أو استيعاب الآخرين. الأمر الثاني عدم إقصاء أي طرف بالفعل، لكن من قال أن حماس ستبقى في المعادلة لتفرض حق النقد على كل القرارات وأيضا الجهاد أو غيرها؟ إنما الأمر الأهم في تقديري الشخصي هو وجود إرادة سياسية تشكل، لأنه الإرادة السياسية هي التي ستحكم هذا. الفلسطين في حاجة إلى تغيير صفتهم كمراقب في الأمم المتحدة. الاتجاه لبناء الدولة ليس أمر سهل وليس حقيقي كلاماً بالفعل عام مطلق، بالعكس هو يحتاج طارق إلى جهود وخطوات يعني تدابير. أنت تطالبي بدولة منزوعة السلاح، علينا أن نفكر ما شكل هذه الدولة، ما هي إمكانياتها، ما هي قدراتها، كيف سنخوض هذا. سأعود لحضرتك مجددا دكتور طارق فهمي، أرجو منك التفضل بالبقاء معي وأيضا الدكتور آصف ملحم، وسوف نواصل هذا النقاش ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، مجددا مشاهدينا نفتح ملف إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات التوافق الفلسطيني في ظل المطالبة الأمريكية بالإصلاح، على الرغم من موقف الإسرائيلي المعلن بالرغبة في إفشال كافة جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وينضم إلي من واشنطن السفير جاي روبن، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ومن رام الله الأستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. وأجدد الترحيب أيضا بضيفي من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ومن موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي أم للدراسات. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد جايل، الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما تحدثت إذن عما يسمى بإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية في شهر يناير الماضي عن خطتها للإصلاح. هل يعني هذا محاولة للضغط للمزيد من التغيير أو لمزيد من التغيير؟ وما هي الصورة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أو تطرحها على السلطة الوطنية الفلسطينية؟ لأكون معكم. السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن منظور أمريكي يجب أن يطلعوا بمسؤولياتهم. هذا ما ندعوه هنا في لإدارة بايدن. إدارة بايدن لا تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تختفي، تريد أن تراها تزدهر. وهذا يعني أيضا التحدث عن تمديد سلطتها في قطاع غزة. إسرائيل مع الأسف لا تتفق مع هذا، ولكن من المهم أن نتذكر أن الحكومة استقالت الأسبوع الماضي، والمشكلة هناك مشاكل كبيرة في الخدمات وأيضا الفساد وكيفية إنفاق الأموال. الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له سلطة يثق بها، فالعديد من الأمور مطلوبة. إدارة بايدن تتفهم بوضوح أن هذه السلطة يجب أن تطلع بمسؤولياتها وتتخطى هذه التعتيات. نعم. طيب يعني أستاذ عبد الفتاح، بالتأكيد سمعت إجابة ضيفي سيد جايل. إلى أي مدى السلطة الفلسطينية منفتحة على هذا الإصلاح وعلى الاطلاع بمسؤولياتها وفقا لتعبير ضيفي الكريم، وخاصة الإصلاح الذي تنشده السلطة في حد ذاتها ويتم دعمه إقليميا ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ لك يا تحية بداية ولضيوفك الكرام، وهذا موضوع حديث في الآونة الأخيرة، على الرغم أننا حاولنا جاهدين أن تكون الأولوية دائما للقضية الأكثر أهمية
وهي وقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني. أما وأن هذا الموضوع يتم الحديث فيه وأن هناك خطوات فلسطينية كانت في هذا الصدد، من المهم أن نفرق ما بين الإصلاح الذي نريده فلسطينيا والإصلاح الذي يراد منا فلسطينيا. بما أننا يعني سألتي إن كنا منفتحون، نعم نحن منفتحون على الإصلاح الذي يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن منفتحون على الإصلاح الذي يحترم إرادة شعبنا الفلسطيني وقراره المستقل وتقرير مصيره، نحن منفتحون على أي إصلاح ينسجم مع القانون الأساسي، ومنفتحون على أي إصلاح لا يطلب من الفلسطيني أن يخضع لأي إملاءات خارجية أو لشروط الاحتلال. وإذا كان الأمر يتعلق بالإصلاح الإداري، على الرغم أننا في الأوقات العادية التي لا يكون فيها استحقاقا ولا مواجهة مع الاحتلال، لا أحد يطلب منا هذا الإصلاح، بل على العكس تماما يصنفون المؤسسة الفلسطينية أنها ترتقي في عملها بما يصلح لأن تكون مؤسسات دولة، وهي تراعي الكفاءة والتقنية والمهنية العالية. ونحن فلسطينيا نقول على الرغم من ذلك، نعم لابد أن يكون هناك دائما مراجعات على أداء عمل المؤسسة الفلسطينية، وأن يكون هناك إصلاحا وتطويرا يسهم في نجاح هذه المؤسسة في عملها. ولذلك كان هناك إجراءات صدرت عن مجلس الوزراء المستقيل وفيها جملة من الإصلاحات وبدأت فعليا. إن كان هذا هو المطلوب، فبالتالي مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، من العالم الذي يتحدث في هذا الأمر، أن يدفع الآن باتجاه وقف العدوان حتى يتسنى للسلطة الوطنية الفلسطينية القيام بدورها في الضفة وفي غزة وكذلك في القدس دون معوقات، لا معوقات أمريكية ودولية ولا حتى المعوقات الأكبر الناجمة عن الاحتلال وضغوطات الاحتلال وعدوان الاحتلال وسرقة أموالنا دون أن يتمكن أحد بالإفراج عنها. الاحتلال الذي لا يهتم بإقامة الدولة الفلسطينية، بل يعرقل إقامة الدولة ويعرقل عملية الإصلاح لأنها قد تؤدي إلى إقامة الدولة بالفعل. أستاذ عبد الفتاح، في هذه الحالة يعني السلطة الوطنية الفلسطينية في حاجة إلى الكثير من الدعم إقليميا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ونحن نتحدث عن مرحلة ما بعد الحرب الحالية. ما هو الدور الذي من المفترض أن تقوم به الدول العربية أو إقليميا يلعبه الإقليم والشرق الأوسط وأيضا الدول العربية لتسهيل مهمة إصلاح السلطة وتحقيق التوافق؟ دكتور طارق. هو بالتأكيد طبعا هناك دور للأطراف العربية الرئيسية في هذا الإطار، مصر، قطر، السعودية، الإمارات، وهو ليس دور فقط يعني لإعادة تأهيل دور السلطة، ولكن المساهمة في العديد من الخطوات المتعلقة بتصويب مسار السلطة الفلسطينية. يجب أن نعترف أن هناك إشكالية حقيقية برغم كل الكلام الإنشائي بأن السلطة لابد أن تعود وأنه لا توجد مشكلة وأن هناك ضغوطات خارجية وتدخلات إسرائيلية، هذه أمور معتادة وبديهية وستحدث الآن. الأولوية الآن حضرتك لإعادة تقديم السلطة الفلسطينية للواجهة الدولية، وهذا ما تقوم به الدول المعنية مصر والأردن على وجه الخصوص في هذا الإطار. وإعادة تقديم السلطة الفلسطينية للواجهة الدولية يحتاج إلى مجهودات ليست اقتصادية وليست الحصول على المتحصلات الجمركية والضرائبية فقط، وإنما إقناع العالم بأن ثمة شيء يتغير الآن، السلطة في حاجة إلى تجديد دمائها، لا أحد. نعم، ولكني أسألك دكتور طارق عن الدعم الذي يمكن أن يقدمه أو تقدمه الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية في المرحلة القادمة فيما يتعلق طبعا القاهرة، الدوحة، دول عربية كثيرة تستضيف هذه الاجتماعات ولم تقصر في هذا الأمر حقيقة، ولكن بالتأكيد المرحلة القادمة ستكون مختلفة وسيكون الجميع من الأخوة الفلسطينيين على المحك. هو بالتأكيد طبعا الدور متواصل، القاهرة تتحمل عبء كبير في هذا التوقيت مع الجانب القطري في جزء لإتمام موضوع الهدنة والتهدئة وضمان استمرارها بصورة كبيرة. القاهرة تتعامل من منطق الشريك وليس مجرد الوسيط، ربما تكون مصر أقرب إلى هذا الإطار، وهذا الدور سيتطور بطبيعة الحال في المرحلة المقبلة سواء بالنسبة
لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية، إصلاح نعم. الجهاز الإداري، في دور كبير جدا لمصر تستطيع أن تقوم به، وهو دور مرحب بالمناسبة. والضغط على بالتأكيد الحكومة الإسرائيلية يعني لقبول يعني هذه الإصلاحات وإقامة الدولة الفلسطينية. يعني لسنا في حاجة إلى موافقة من إسرائيل على هذا. الضغط أتحدث عن الضغط وليس الضغط الموافقة. طبعا الضغط الدبلوماسي حضرتك أستاذة أميمة مطلوب ومهم جدا للغاية، لكن بطبيعة الحال أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيستمر في مراوغاته، وزي ما حضرتك تعلمي الإسرائيليين يريدون أن يعوقوا كل خطوة سواء تجاه السلطة أو حتى نعم. تجاه إتمام كل المراحل القادمة. لا نتوقع خيرا من هذه الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة ستبقى يعني دعيك من الرهان على تغيير مكونات الائتلاف، وأن بني جانس في أمريكا غدا خلال الساعات المقبلة، وأن نعم. هناك خلافات، دي أمور داخلية داخل الحكومة لا تشغلنا عن الهدف الرئيسي. القاهرة دورها مركزي محوري، دور موجه، هي اللي بتوجه البوصلة القاهرة. طبعا الأشقاء في الأردن وفي أيضا قطر يبذلون مجهودات كبيرة، لكن نحن بالإضافة إلى هذا الملف الفلسطيني بأكمله يحتاج إلى دعم صحيح. دعم مالي طيب. خصوصا في مشروعات الإعمار حضرتك صحيح يعني مهمة. مرحلة ستكون بالفعل مرحلة دقيقة جدا وتحتاج الكثير من العمل. الدكتور آصف، الدكتور طارق يرى بأن روسيا لن يكون لها دور يعني مؤثر بالشكل الكافي فيما يتعلق بالعمل على اجتماعات الفصائل الفلسطينية ومحاولة تقريب وجهات النظر، ولكن دكتور آصف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق طالب بدور روسي أكبر في الملف الفلسطيني. هل موسكو ترى أنها تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ هل هي راغبة؟ هل هي مستعدة لذلك؟ هل يمكن أن يؤدي هذا إلى تفعيل الرباعية الدولية؟ نعم سيدتي، أنا أريد أن أعقب بشكل سريع على كلام الدكتور طارق. يعني أريد أن أذكر الدكتور طارق بأن المناكفة الروسية الأمريكية بدأت منذ أكثر من قرن من الزمن ولم تنتهي حتى هذه اللحظة. نعم. لذلك القول بأن روسيا تستخدم ملف الفلسطيني لمناكفة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا القول يجانب الصواب تماما. النقطة الثانية، روسيا ليس بحاجة إلى موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، فعلاقاتها مع الدول العربية تتطور بشكل متسارع في العقد الأخير، فموطئ القدم وجد، وهي قالت يعني أحد أهم الأولويات هو حل القضية الفلسطينية. روسيا سيدتي لا تستطيع، يعني يجب أن تكون هذه النقطة واضحة، روسيا لا تستطيع أن تحل محل الفلسطينيين. هي وفرت لهم المنصة، وفرت لهم إن صح التسمية القاعة لكي يتحدثوا، تحاول تقريب وجهات النظر بينهم، وهي تعلم علم اليقين أنه لن تحل الأزمة الفلسطينية بالطرق السلمية على الإطلاق، لأنها هي نفسها لم تتمكن من حل أزمتها في أوكرانيا إلا عبر حرب تكاد تتحول إلى حرب عالمية صحيح. ثالثة صحيح. لذلك هذا الموضوع سيدتي، روسيا أيضا في نفس التوقيت يجب أن نشير نقطة هامة جدا في هذه القضية، لا تستطيع أن تدافع عن موقف حماس التي هجمت على مهرجان موسيقي مليء بالأطفال والمراهقين، ولكنها بنفس التوقيت تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام هذا الهجوم لتهجير فلسطين أو تقويض السلطة الفلسطينية. العدو الحقيقي للفلسطين ليست إسرائيل سيدتي، العدو الحقيقي للفلسطين هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكفى القفز على والقول بأن نتنياهو هو المشكلة وأن مستقبل نتنياهو المشكلة. نعم هذا أمر نتنياهو. معروف ضمنيا حقيقة دكتور. ما الذي يمكن أن تفعله روسيا؟ الخطوة الأولى ضرورية أن يتوحد الصف الفلسطيني، هذا ضروري للغاية. عندها تستطيع أن تتكلم روسيا باسم الفلسطينيين، تستطيع أن تدعم قوى المقاومة بالسلاح بحيث يضغطوا على إسرائيل، لأن هذه الحكومة لن تقبل بأي شكل من الأشكال إلا لغة القوة ولغة السلاح. وإذا كنا نعتقد أننا في لحظة من اللحظات سنحرر فلسطين ونأخذ حقوقنا يعني بالمفاوضات وما شابه ذلك، وجهة نظر حضرتك دكتور آصف. ودعني أنتقل إلى السيد جاول. يعني سيد جاول، إذا ما كانت واشنطن تضغط على رام الله، وبالتأكيد يعني أنت سمعت الآن حديث ضيفي الدكتور آصف ووجهة نظري في من هو العدو الحقيقي للفلسطينيين وبأنه ليست إسرائيل وإنما الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تضغط على رام الله لتحقيق إصلاحات لتحكم غزة
ما بعد الحرب. لماذا لا تضغط على تل أبيب في هذه الحالة لإعلان قبول حكم السلطة للقطاع في مرحلة ما بعد الحرب؟ الولايات المتحدة ليست العدو الحقيقي للفلسطينيين. لا أعتقد أن هذا أمر قابل للتصديق. السلطة الفلسطينية تحصل على دعم من إدارة بايدن وحصلت على كميات كبيرة من المساعدات على مر الأعوام. بالطبع هناك بعض الإحباط إزاء موقف الولايات المتحدة من إسرائيل، وهناك رغبة لأن يكون هناك اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن لا يمكن أن نلوم الولايات المتحدة على هذا. هذا يجذب الانتباه بعيدا عن الجهد الحثيث الذي قامت به الولايات المتحدة. يجب أن نتوصل إلى طريقة لجعل حماس أكثر عملية سياسيا، وأيضا من جانب إسرائيل يجب أن يكون هناك تعامل آخر من الحكومة. هذه الحكومة تعارض حل دولتين وفقا لنتنياهو، وهذا الموقف لا تدعمه الولايات المتحدة، وأيضا عدد كبير من الإسرائيليين لا يدعمون هذا أيضا. ولكن الولايات المتحدة لن تغير النظام في إسرائيل. هي فكرة بعيدة المنال. نحتاج إلى أن الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لدعم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ودعم الشعب الفلسطيني في هذه العملية. هذا ما تحاول الولايات المتحدة أن تلعب دورا كبيرا فيه، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة هي العدو الأول للشعب الفلسطيني. لا أتفق مع هذا. قد لا تتفق مع هذا، ولكن يعني ضيفي الدكتور آصف قال هذا نظرا للدعم السياسي والدعم العسكري الكبير اللامحدود والدبلوماسي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أو إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ عبد الفتاح، ماذا عما يتردد حول الورقة العربية لإصلاح السلطة؟ هل تشكيل حكومة تكنوقراط يعني ابتعاد الفصائل في هذه الحالة عن المشهد؟ نرجو توضيح هذه النقطة سريعا إذا ما تكرمت. نعم، يعني الموقف مع الدول الشقيقة العربية واضح وثابت، وهي تتبنى الموقف الفلسطيني تماما، وهي تتفهم المرحلة الصعبة والفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولذلك هي جنبا إلى جنب مع الموقف الفلسطيني. ولذلك نحن فلسطينيا نرتئي أن هذه المرحلة تتطلب حكومة بشكل مختلف، تأخذ الشكل الكفاءات، يعني أنها حكومة غير فصائلية، لكنها بكل تأكيد هي حكومة الشعب الفلسطيني وجزء من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. لكن من المهم أن أشير هنا وأنا أتحدث من فلسطين، نعم هناك عدم جدية في الموقف الأمريكي. أمريكا تعرف أن المشكلة فقط في نتنياهو وائتلاف اليمين المتطرف الذي يريد نسف كل شيء، وهي لا تقوم بالضغط على دولة الاحتلال بالقدر الذي تقوم. هل المشكلة في نتنياهو بالفعل أستاذ عبد الفتاح؟ هل ترى هذا الأمر؟ هل أنت مقتنع بهذا الأمر بأن المشكلة في نتنياهو شخصيا والمجموعة اليمينية المتطرفة التي توجد معه بالحكومة؟ نعم، المشكلة نتنياهو يعيد كل حل ويعيد كل شيء، وأعلن صراحة أنه يريد احتلال غزة من جديد، وأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، ويعارض كل ما يتحدث به المجتمع الدولي. ومن هنا تأتي المشكلة مع الإدارة الأمريكية، أنها تعرف أن نتنياهو وإدارته هو السبب، بينما تقدم لهم الدعم والعون، وكانت أكبر سند للاحتلال في عدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. يعني هل ترى بأنه إذا ما ذهبت حكومة نتنياهو بعد انتهاء وجود هذه الحكومة وقدوم حكومة أخرى، هل ترى بأن الأمور قد تتغير بالفعل؟ هل الحكومة الأخرى سوف توافق على حل الدولتين
ها هو حل الدولتين يعني منذ سنوات طويلة يتم الحديث عنه والتباحث والمفاوضات وما إلى ذلك، ولم يتم إقامة الدولة الفلسطينية حتى الآن. هل تعتقد في هذه الحالة بأن أي حكومة جديدة سوف تكون أكثر تعاونا؟ لا، ليس سهلا. الموقف العام في لدى دولة الاحتلال هو موقف رافض لقيام دولة فلسطينية، والدولة الوحيدة التي بإمكانها أن تشكل ضغطا حقيقيا وتجبر الاحتلال بالانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وقبول قيام دولة فلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وإنما اليوم تتبنى موقفا نظريا فقط ولا تترجم ذلك عمليا، وإن أرادت ذلك فسيكون. ولذلك يجب أن تتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة الاحتلال، وأن تتحقق إرادة حقيقية إلى جانب الموقف الفلسطيني والعربي لتشكيل حالة ضغط لإيقاف وقف العدوان فورا وإنهاء الاحتلال. مفهوم. وسنكون فلسطينيا قادرون على قيادة شأن الفلسطيني في الضفة وغزة بما فيها القدس، وستكون هناك سلطة قوية وحكومة قوية وشعب فلسطيني قادر على أن تنتهي المعيقات بإذن التي الله. نتمنى هذا جميعا، نتمنى هذا الأمر. أستاذ عبد الفتاح، شكرا جزيلا لجميع ضيوفي الذين كانوا معي في هذه الحلقة من الشرق الأوسط من واشنطن، السيد جاول روبن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ومن رام الله الأستاذ عبد الفتاح دولا المتحدث باسم حركة فتح. وأجدد أيضا ترحيبي بضيوفي الذين كانوا معي من القاهرة، الدكتور طارق فهمي أشكرك شكرا جزيلا، أستاذ العلوم السياسية من موسكو أشكرك، الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي أم للدراسات. مشاهدينا، مع الأسف في غزة من ينجو من القصف يموت جوعا أو حرمانا، فقد جسدت مذبحة دوار النابلسي أو مجزرة الطحين كما يطلق عليها إعلاميا انحطاط ووحشية نهج الإبادة الجماعية الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المعركة الصفرية، والتي أصبحت معركة وجود حقيقية يستخدم فيها سلاح الجوع على مرأى ومسمع من العالم الذي بات يتابع الأحداث الدامية كما لو كان يتابع فيلما أمريكيا للأكشن ويتناول معه الفشار، منتظرا إسدال الستار على معركة محسومة بين الخير والشر. وهذا يطرح تساؤلات بديهية ربما، أهمها إذا ما كان قد أصبح واضحا بما يكفي أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو قتل المزيد والمزيد من الرضع والنساء والمدنيين، أي أن هدفه هو التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأيضا، هل من الممكن أن تتدحرج كرة الثلج لتتسع رقعة الصراع في ظل تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بأنهم يخوضون حربا دينية وليست فقط صراعا جيوسياسيا؟ على أي حال وأيا كانت التساؤلات، فالحقيقة واحدة، وهي أن فلسطين عربية، وأن القضايا العادلة لابد أن تجد طريقها إلى النور، وفي هذا الطريق يرتقي الشهداء الذين يؤسسون للحرية ويكونون ثمنا لها رغم استخدام الجوع كسلاح لتركيع الفلسطينيين الذين لن يركعوا إلا لله. ختاما، مشاهدي القاهرة الإخبارية، ألتقي بكم مجددا بإذن الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من الشرق الأوسط. كنت معكم أميمة تمام، إلى اللقاء.